السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. الكابتن نبيل معلول وصل قبل قليل إلى حلب. أنتوا عارفين إن بكرة بإذن الله إن شاء الله يوم 3 أغسطس هيكون في معسكر خاص بالمنتخب السوري الأول للرجال. المعسكر هيضم 23 لاعب يمكن اتكلمنا عنهم قبل كده أكتر من مرة. الكابتن نبيل معلول خلال رحلته إلى حلب عدى على حمص، لأني على الأغلب هيكون في معسكر آخر للمنتخب السوري الأول للرجال، إما في حمص أو في اللاذقية، وواضح ان المعسكر هيكون في حمص باذن الله ان شاء الله. يبقى كده احنا عندنا معسكر ان شاء الله في حلب غدا، وعندنا معسكر في حمص، وعندنا معسكر في الفيحاء باذن الله الا لو جد جديد. كابتن نبيل معلول اعلن عن قائمه من 23 لاعب في معسكر غدا، ومن المقدر ان بعد انتهاء كاس الجمهوريه باذن الله ان يكتمل عدد اللاعبين المحليين في المنتخب السوري الأول للرجال، ويكون عندنا عدد كبير من اللاعبين ينتقي ما بينهم الكابتن نبيل معلول في الفترة المقبلة التشكيلة الخاصة بالمحليين، واللي بعد يوم 5/9 بإذن الله هيطعمها ببعض من المحترفين. ويمكن اتكلمنا مبارح في مفاجأة من العيار الثقيل أن سيرجون إبراهام لاعب نادي IFK جوتبورغ يعني أصبح من اللاعبين اللي لعين عليهم بشكل رسمي، ويمكن هو صرح عن الأمر ده بعد حصوله على كأس السويد. واعتقد ان في لاعبين تاني في السكه هيجوا باذن الله ان شاء الله، ممكن نتكلم عن محمود داوود، ممكن نتكلم عن خليل الياس، ممكن نتكلم عن اياز عثمان. حتى اياز عثمان اعلن في تصريحات رسميه ان هو سعيد بالعوده للمنتخب السوري الاول للرجال. ان شاء الله باذن الله النهارده هتكلم معاكم عن بقيه اللاعبين المحليين اللي اتوقع من وجهه نظري الشخصيه ومن خلال قراءتي لتشكيله الكابتن نبيل معلول اللي فاتت المحليه 23 لاعب يعني، ومن خلال تصريحات الكابتن نبيل معلول، يا ترى مين من اللاعبين في الدوري المحلي سيستعين بهم الكابتن نبيل معلول بعد انتهاء منافسات كأس الجمهورية؟ وانتوا عارفين ان في 3 مباريات في كأس الجمهورية، في مباراة ما بين الجيش والوحدة، مباراة ما بين المجد والساحل، وبعد كده المباراة النهائية بإذن الله اللي هتكون ما بين الفريقين الفائزين. اتوقع من وجهة نظري الشخصية ان الكابتن نبيل معلول لن يستعين بأي لاعب من نادي المجد او نادي الساحل، يعني مع احترامي للاعبين اللي موجودين في الانديه دول ومع احترامي لبعض من المواهب اللي موجوده، لكني اعتقد ان تركيز الكابتن نبيل معلول هيكون على نادي الوحده وهيكون على نادي الجيش تحديدا. تعالوا نمسك الاول نادي الجيش، وبكل تاكيد واسم من ابرز الاسماء في نادي الجيش وهو الحارس الاهم في المنتخب السوري الاول للرجال ابراهيم علمة. اعتقد ان الكابتن نبيل معلول سيستدعي ابراهيم علمة بكل تاكيد. احنا عندنا احمد مدنيه وعندنا شاهر الشاكر وهيكون عندنا ابراهيم علمة، 3 أسماء موجودين في المنتخب السوري الأول للرجال هيصفصفوا في النهاية على اسمين هيلعبوا بإذن الله إن شاء الله في المباريات الرسمية، وثلاث أسماء هيكونوا في المباريات الودية بإذن الله، سواء كانت مباراة إيران أو الأردن أو كانت مباراة العراق بإذن الله يوم 8/9. أيضا من ضمن الأسماء وهو هداف الدوري السوري الممتاز برصيد 20 هدف ويمكن كل عام بيحصل على نفس اللقب وهو محمد الواكد. يمكن محمد الواكد سنه كبير، يعني اعتقد انه وصل لل 33 سنة. محمد الواكد لاعب خطير جدا جدا وقوي جدا، لكن للأسف خلال استدعائه مع الكابتن فجر إبراهيم ما كانش بياخد فرصة مكتملة وسط تواجد المحترفين. ويمكن من ضمن مزايا معسكر المنتخب السوري للمحليين فقط ان لاعب بحجم محمد الواكد هياخد وضعه، مش هيكون في المنتخب السوري الأول للرجال غير علاء الدين الدالي ومحمد الواكد، هما اللي نقدر نقول عليهم ان هما مهاجمين صرف. طبعا في لاعبين اخرين بكل تاكيد في ال 23 لاعب برضه عنده نزعه هجوميه، ولكن محمد الواكد واضح وصريح انه مهاجم، هو وعلاء الدين الدالي تحديد. ايضا من ضمن الاسماء ومن المؤكد ان هيكون في المنتخب السوري الاول للرجال في التشكيله المقبله اكيد بكل تاكيد وهو ورد السلامه. ورد السلامه حصل في الدوري السوري الحالي اللي فاز بيه نادي تشيرين على لقب افضل صانع اهداف في الدوري السوري الممتاز لهذا الموسم برصيد 14 هدف صنعهم ورد السلامه. طبعا ورد السلامه ايضا يلعب لنادي الجيش. ايضا من ضمن الاسماء اللي الكابتن نبيل معلول اكد على اسمها اكتر من مره واكد ان هو يعني عينه عليه وبيفكر يستدعيه فارس أرناؤوط. فارس أرناؤوط بالإضافة للاعبين اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت من القائمة المحلية هيكونوا قوة دفاعية غاشمة، يعني قوية جدا جدا. فارس أرناؤوط وأحمد الصالح وعمرو ميداني ومؤيد العجان وعبد الله الشامي، جبهة دفاعية قوية جدا جدا بكل تأكيد، طبعا بالإضافة للأسماء الأخرى.
تعالوا بقى نتكلم على النادي التاني وهو نادي الوحدة. اعتقد ان الكابتن نبيل معلول سيستدعي من نادي الوحدة من وجهة نظري الشخصية لا يقل عن 4 لاعبين ايضا. اولا بكل تأكيد مؤيد العجان. مؤيد العجان من الاسماء القوية جدا في المنتخب السوري، كان يلعب من قبل في نادي الزمالك المصري. مؤيد العجان يتميز بانه هو عنده خبرة دولية كبيرة جدا، من الجيل اللي حصل على خبرات وفي نفس الوقت سنه برضو مش كبير. كان يلعب مع المنتخب السوري ايام الكابتن فجر ابراهيم، لعب في بطولة غرب اسيا ولعب في مباريات التصفيات المشتركة. يمكن كانت الفترة بتاعت مؤيد العجان الاخيرة مع المنتخب فترة صعبة جدا، وانا حسيت بده واعتقد ان انتوا برضو، لان كان في منافسات في الدوري السوري الممتاز وفي منافسات مع المنتخب السوري في التصفيات المشتركة، فكان مجهد للغاية، كان يعني بنصف قدراته. اعتقد ان مؤيد العجان ومع وجود معد بدني في المنتخب السوري هياخد فرصة اكبر باذن الله في الايام المقبلة. ايضا تاني لاعب من البرتقالي واللي اعتقد ان هو هيكون موجود مع المنتخب السوري والكابتن فجر ابراهيم كان بيأكد عليه والكابتن نبيل معلول اعتقد ان لن يتخلى عنه، وهو يوسف محمد لاعب نادي الوحدة. ايضا من بين الاسماء اللي انا من وجهة نظري الشخصية هيكون ليها شأن كبير في كرة القدم السورية ولاعب عنده روح، يعني طبعا اغلب لاعبي كرة القدم السورية عندهم روح، تحديدا اللي هيلعبوا مع المنتخب السوري الاول او الاولمبي، ولكن عبد الهادي شلحة تحديدا وهو اللاعب رقم 3 من وجهة نظري في نادي الوحدة اللي هينتمي للمنتخب السوري قريبا، اعتقد ان هو لاعب عنده روح ولاعب زي محمد عثمان كده في المنتخب السوري الاول للرجال. يعني اللي متابع منكم في اخر مباراة امام استراليا كان يبكي، وانا ما ببصش لموضوع البكاء ده على انه موضوع كده عاطفي وخلاص، لا لا، ده تعبير صادق عن الحزن الشديد. ويمكن عبد الهادي شلحة ما كانش في مستواه في البطولة اللي فاتت في تايلاند مع المنتخب الاولمبي، ولكن انا متأكد ان عبد الهادي شلحة من الاسماء القوية جدا اللي لو خدت فرصة قوية وواضحة مع الكابتن نبيل معلول هيكون فارق بكل تأكيد. واضح ان الكابتن نبيل معلول هو بيركز على العنصرين، عنصر الخبرة زي اللاعبين اللي سنهم كبير زي سيرجون ابراهام او زي محمد الواكد او زي احمد مدنية 30 سنة، وكمان بيركز على اللعيبة اللي سنها صغير زي زكريا حنان زي محمد ريحانية وايضا زي عبد الهادي شلحة من وجهة نظري. واخيرا والاسم اللي من وجهة نظري هيكون برضو موجود مع المنتخب السوري الاول للرجال، لاعب من الاثنين دول، اما مؤيد الخولي واما محمد حلاج. اعتقد ان محمد حلاج يعني من الاسماء برضو اللي الكابتن نبيل معلول عينه عليها، هو ما اعلنش عن ده، ولكني اقترحت اسم محمد حلاج بناء على ال 23 لاعب للكابتن نبيل معلول. اعتقد ان اسم من الاسماء اللي هتكون موجوده باذن الله في المنتخب السوري الاول للرجال، اما مؤيد الخولي او محمد حلاق. وتعالوا كده سريعا نراجع الاسماء، من نادي الجيش ابراهيم علمه، محمد الواكد، ورد السلامه، فارس ارناوط، من نادي الوحده مؤيد العجان، يوسف محمد، عبد الهادي شلحه، واما مؤيد الخولي او محمد حلاق. وتعالوا كده سريعا نرد شويه على بعض من تعليقاتكم الكريمه وبشكل سريع، والتعليق الاول من احمد عبد اللطيف: شكرا اخويا على جهودك، عندك علم عن انضمام خليل الياس الذي ينشط في الدوري الارجنتيني الى صفوف المنتخب الوطني؟ اخي الغالي، الكابتن نبيل معلول عندما سئل اكثر من مره عن خليل الياس اجاب ان هو عينه عليه، ولكن هل تم اخذ اجراءات على ارض الواقع الى الان مع خليل الياس؟ ما اعتقدش يعني ما اعتقدش ان ده حصل، ولكن اعتقد ان في الايام المقبله ومع لجنه اللاعبين السوريين المغتربين ممكن ياخذوا خطوات مع خليل الياس، لكن الى الان ما فيش اي خطوات رسميه. وتعليق من ابراهيم السمعو: ممكن سؤال، حط لنا مباريات المنتخب السوري التاريخ ولو وقت، اما عن السؤال هل عمر السومه راح يشارك بالكاس العرب 21 وامتى راح تنطلق المباريات والبطوله؟ مع السلامه. عمر السومه هيشارك في 2021 في كاس العرب ولا لا؟ ده مرهون بتفرغ عمر السومه في تلك الفتره، لان بطوله كاس العرب في قطر 2021 هي بطوله وديه ليست رسميه، ليست من ضمن ايام الفيفا. هي بطوله قويه وعليها جوائز، ولكنها ليست بطوله من ضمن ايام الفيفا. قد يشارك، قد طبعا، لان هي تكون بطولة يعني الانظار عليها، وهي بطولة تنظيميا شبه كأس العالم. اما بالنسبة لموعد الانطلاق هتكون ان شاء الله باذن الله من 1/12 ليوم 18/12 باذن الله 2021 طبعا. اما عن موعد مباريات المنتخب السوري الاول للرجال في التصفيات المشتركة، عندنا مباراة مع المالديف يوم 13/10 يوم الثلاث، وعندنا مباراة يوم 12/11 مع غوام، وعندنا مباراة يوم 17/11
مع الصين بإذن الله، وكل مواعيد المباريات دي على الأغلب الساعة الواحدة ظهرا بإذن الله. وتعليق من واو، طيب إذا إجا سيرجو إبراهام على المنتخب مكان مين بده يلعب إذا هو بيلعب بمركز عمر خريبين؟ والله يا أخي الغالي، سيرجو إبراهام ما بيلعبش بمركز عمر خريبين، هو خط وسط مايل للهجوم. عمر خريبين مايل للهجوم ولكن هو جناح، دايما جناح من الأجنحة. أنا وجهة نظري الشخصية أن ما ينفعش أن أنت تعتمد على لاعب، ما ينفعش يكون عندك في مركز لاعب واحد، لا لازم يكون في المركز عندك لاعب واثنين وثلاثة، لأن ممكن فجأة لاعب يعتذر. وعمر خريبين قبل كده اعتذر مع المنتخب السوري في التصفيات المشتركة في المباريات اللي فاتت، وده وارد جدا جدا وبيحصل. وتعليق آخر من سيف الدين، هل سوف يلعب فراس الخطيب مع المنتخب؟ لا، فراس الخطيب اعتزل بشكل رسمي. أنا مقدر حب الجماهير السورية وحبي أنا شخصيا للكابتن فراس الخطيب، ولكنه اعتزل خلاص بشكل رسمي. وتعليق آخر من حمزة بركات منور، هل القائمة اللي حطها الكابتن فاجر من 50 لاعب هل يمكن تغييرها قبل بداية كأس العالم؟ بالفعل الآن يا أخي الغالي يتم تغيير القائمة، كابتن نبيل معلول مدرب جديد بفكر جديد، والآن هو ينظم قائمة جديدة. ممكن يكون بعد ما يخلص الكابتن نبيل معلول شغله نلاقي حوالي 60% من القائمة زي قائمة الكابتن فاجر إبراهيم، وده أمر وارد لأن أنت عدد اللاعبين اللي عندك في الدوري السوري محدود، وعدد المحترفين كمان اللي ينفع يلعبوا يعني أوراقهم جاهزة أيضا محدود، فبالتالي هيكون في اختلافات ولكن بنسبة 20-30%، ولكن القائمة ستتغير بكل تأكيد. وتعليق آخر من فيصل الخالدي، أخي الكريم هل أتى عروض للاعب محمد عثمان إلى الدوري الأسباني لليغا بحسب الأخبار المتداولة؟ أكيد في عروض لمحمد عثمان، لأن محمد عثمان عقده انتهى مع نادي هيراكليز، ويمكن اتأكدت من الموضوع ده. هو إلى الآن في الفترة الحرة، يعني هو ما عندهوش نادي، ولكن في عروض وهو الآن بيدرسها. احتمال نعمل حلقة بكرة بإذن الله أو بعده عن محمد عثمان وعن العروض المقدمة إليه. هحاول أتواصل مع الشركة الراعية لمحمد عثمان وحاول أعرف العروض وأنقلها لكم بإذن الله. وتعليق آخر من محمد عمار، أريد سيمون أمين في منتخب الرجال. أخي الغالي، سيمون أمين من ضمن اللعيبة اللي أيضا ممكن يكونوا في المنتخب السوري الأول للرجال، ولكنه لاعب محترف. بالمناسبة هو أديله مباراتين ما بيلعبش مع النادي بتاعه في السويد. سيمون أمين من اللاعبين الأقوياء جدا، وعنده لمسة طيبة وساحرة، ولاعب متميز ورشيق، والكابتن نبيل معلول ذكر اسمه أكتر من مرة. لكن هل هيكون موجود ولا لا؟ ده هيبان إن شاء الله بإذن الله بعد انتهاء المعسكر الحالي، تحديدا بعد يوم 5/9 هيتم الإعلان عن قائمة المحترفين، واللي ممكن يكون فيها مفاجآت، ممكن يكون فيها سيرجو إبراهام، خليل إلياس، سيمون أمين أو أي لاعبين آخرين. في نهاية الحلقة بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات جديدة نتحدث فيها فقط عن كرة القدم السورية. ولا يسعني في النهاية إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.